أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، عندنا عند بعض القبائل يوجد شخص يسمى مرجع حق، إذا حصل بينهم قتل أو تعدي على الأعراض يرجعون إليه ويحكم بينهم بما يراه من تغريم المعتدي أموالا أو سيارات ليدفعها للمعتدى عليه، فما حكم ذلك؟ وهل هو من الحكم بالطاغوت؟ نعم، هذا من الحكم بالطاغوت. إذا كان عندهم محكمة شرعية لا بد يرجعون إلى المحكمة ولا يحكمون غير القاضي، ما يجوز يحكمون غير القاضي، هذا حكم الطاغوت، يعدلون عن حكم الشرع إلى حكم الطاغوت. أما إذا لم يكن عندهم محكمة وعندهم عالم من العلماء يحكمون العالم ولو لم يكن قاضيا، يحكمون العالم. وإذا لم يكن عندهم عالم لا بأس أنه يصلح بينهم واحد إصلاح، من باب الإصلاح لا من باب الحكم والإلزام، وإنما من باب الإصلاح، فإن رضوا وإلا فلا يلزمهم، الصلح ليس فيه إلزام، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. نعم.